دائماً صحيح يصير محدود، فيجب أن يعلم على وقت التركيز ثم يعطى فترة يعيد فيها تركيزه مرة أخرى. جزاك الله خير يا أبو عبد الرحمن. أبو علي أبي ودك تعليق برضو على الألعاب، خاصة في ظل أن عيالنا صراحة انعزلوا عنا، كل واحد بجواله ولا بالبلاي ستيشن، لكن هذه إذا الأبو يلعب معهم الأم وإخوانهم الكبار حيكون فيه لمة الأسرة أصلاً، هذه لمة الأسرة. هذه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أول شيء في اكتشاف قدرات الشخص وموهباته من هذه اللعبة مهما كانت. يا سلام، الاكتشافات دائما تبدا مثل هذه اللعبه اللي بعيده عن عن النظر وعن 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 لانها تختلف عن الشاشات. الشاشات تمرض العين قبل ان تمرض العقل وتفسد العقل لا سمح الله من ادمن عليها، لكن هذه فيها ذكاء وبعيد عن الاضرار الجانبيه. والاكتشافات تبدا موهب الشخص من هذه اللعبه، الخشبيات هذه وكل شيء. اكثر الناس لم يكتشفوا في موهباتهم وصاروا مبدعين وحتى كبار ألا من هذه اللعبات القديمة. يا سلام، وهذه هذا العلم. بيض الله وجهك أبو علي. أبو محمد، أمس شفت مرة سوق السويلم أمس في المهرجان حق الأطفال، كل الألعاب الموجودة عندهم كلها تدريب للمخ العقل. والله سيد أبو محمد ماخذين لهم هذا ركن، دخلت عند واحد من الشباب اللي مشرف عليهم قال هنا نعلمهم القصة كيف يأخذ قصة، علمهم القصص بطريقة شاشات. صراحة مبدعين. شوي لقى واحدة من الأخوات ماسكة أطفال الرسم، هذه القصة بطريقة عندهم.